الشارث، لعبة تقليدية متوارثة أبا عن جد في منطقة الأوراس عموما وفي ولاية باتنا على وجه الخصوص، يلعبها الشاوية في كل أفراحهم على غرار مناسبة يناير، مثل ما عكفت على تنظيمه أمس جمعية بيريزان للصيد البري ببلدية بوزينة. هذا الماركاو صيد ماتو كما السيد ها هو كي أيوة. عنده هذه هنايا هذيك شحال في الكات هذه كات هاي في الكات وحده هاكي نتاعو هذه هاي تاعو هاي برا زيرو السين حيا ذكرى يناير ذكرى العدد الاجداد النغ تشاركني سي سيار نوكل سما العدد الاوراسي شويا سما سقيل انت تقنشر هيا ينار ديما ديس الشارط ينار انت ثاني هفسوين هفسوين ثاني نسوي الشارط. يأتي الرماة من المناطق المجاورة ويختارون مكاناً آمناً ثم يشرعون في تسديد رمايتهم على الهدف حسب المجموعات وفقاً لقوانين تنظيم اللعبة. الشرطة يعني تسوت ذي المناسبة يعني النار تسوت ذي المناسبة نفسوث كل سكواس وجمن سياضا يقول لنا تحبان الشرطة يا وتيرنس الدور نسجل لي بوان وقال لي وي اكبر علامه غير جائزه لعب ذات نفسوث كل سكواس انتقيت تنظميت الجمعيه بيريزان انت لي 40 50 واحد ودنا سنعنا البطحه مثاي واني ذي السيبلا واني سدالث تنظم خيار على الكيف خلاص سيبه باش نشارك دي الشرطه هي وبالنسبه لنا رانا كصيادين نشتيو المنطقه تاعي ونحيو التراث دائما. هي إذن الشارث قصة عشق بين البندقية والرجل الشاوي.